عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض العدس كده بطريقه جميله جدا هتعجبكم قوي. بنشتريها من بره غاليه جدا، بس لو عملتيه في البيت والله هيرمي معاكي، بصي ما شاء الله كميه كبيره قوي، ومش هيكلفك التكلفه دي كلها. لايكات كتير بقى وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده مع بعض ونشوف هنعمل وصفتنا ازاي، وازاي بقى الوصفه دي يعني هقول لك ازاي بتطلع غاليه قوي، تشتريها غاليه قوي وهي يعني مش نفس التكلفه دي كلها. طيب باذن الله هنعملها مع بعض باحلى شكل واحلى طريقه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. عندي كده بعملها، باخد ايه بقى؟ باخد معايا العدس. العدس ده انا كنت نقعاه من امبارح عشان ايه؟ يسهل عليا التسويه، وكمان الميه بتاعه العدس دي بيكون فيها كل يعني كل الحاجات المسببات الانتفاخ بتروح معاكي في الميه، فتغسليه وايه وتشيلي منه الميه دي. هحط عليها رشه من الملح، احط عليه رشه من الملح كده بسيطه، وعليها رشه بسيطه من الكمون. عايزه تحطي الكمون بعد ما يستوي مفيش مشكله، انا بحطهم كده مع بعض واسيبها 10 دقايق بالظبط وهتطفي عليه وهتلاقيه مستوي جدا. زي ما انت شايفه كده معايا حله على النار فاضيه خالص، فيها يا دوب ايه شويه ميه. هسيب الميه تغلي معايا كده وهنزل عليها برشه من الملح، وهسيب كده ايه سنه كمان من الملح، وهسيبها بقى كده معايا تاخد وتدي لحد ايه ما الاقي الميه غليت معايا كويس. خلاص هي يعتبر كده خلاص. هنزل بقى اول حاجه معايا بايه؟ شويه مكرونه بقى يا جماعه، اسباجيتي الاول اهي. عندي انا بقى بواقي من اللي انا كنت عاملاهم قبل كده، وسايبه الباقي بتاعهم. فهاخد اللي هي ايه اللي انا شايلها من الاول. بصوا يعني شايلها في كيسه، وكيسه جواها كيسه فيها بالمنظر ده. هاخد دول الاول كده، بسم الله. ناخد بقى واحده واحده كده فيها بالشكل ده. يعني عايزه اقول لك هتجيبيه من بره غالي جدا. خلاص جبناه من بره سعره غالي جدا، وفي نفس الوقت مش نفس الجوده بتاعه البيت. بتاع البيت احلى بكتير جدا، بس كنا مضطرين لان ايه ما كانش فيه وقت يعني ان احنا نعمل الاكل وكده، وكنا مستعجلين برضو وراجعين البيت متاخر جدا. بقى هم كل اللي بواقي المكرونه اللي عندي وايه، وتروحي عامله بقى ومجرد بقى ما حطيناها ننزل بقى بايه اهو كده، نديها تقليبه على السريع كده او خفيفه يعني بالشكل ده. تمام، دي برده كيس تاني من المكرونه. احنا يعني الولاد بيحبوا الزبادي جدا في الوصفه دي. يعني ممكن ما احطهاش كلها برده، لان انا حاطه الثانيه برده كميه يعني ما شاء الله كويسه مش قليله اهي. بس كفايه كده سباجيتي، ويا دوب تاخد معايا بس ايه غلوه واحده وانزل عليها بالمكرونه العقل. بقى عندي كده ايه الحله على النار، هنزل عليها بشويه كده من الزيت او اي ماده دهنيه اهو كده. هحط فيها شويه من الزيت وهنزل عليها بشويه كده من الشعريه. تمام كده، ونديها تقليبه. سيبها بقى تاخد وتدي مع بعض. تبقى معايا الشعريه كده، هنزل عليها على طول بالرز بعد الشعريه ما اتحمرت. هخلي الرز ياخد معايا كده ايه تسويحه بس. بالشكل ده كده. لا لسه شويه رز. هنزل عليهم برشه من الملح. وعليها رشه من الكمون. هتقولي لي انا بعمله يا جماعه بعمله رز كشري، مش بعمله الرز العادي، عشان كده بحط عليه التوابل والبهارات دي. ورشه من الفلفل الاسمر، ولو عايزه تضيفي مكعب مرق كمان بيبقى حلو جدا.
انا عشان عاملاه رز للكشري عشان كده ايه حطيت عليه التوابل والبهارات دي. خلاص كده ننزل عليه بقى بميه سخنه. بسم الله. بس كده تمام. نغطي عليه بقى واول ما يتشرب نوطي وهتشوفوا دلوقتي النتيجه هتطلع عامله ازاي. دلوقتي هنا بقى عملنا ايه؟ جبنا معانا الطماطم، عملت معايا بقى ايه صلصه، بس مش الصلصه العاديه، يعني بتجيبي مثلا بتجيبي بصله وتروحي ايه حطاها محمراها شويه، تحطي عليها الثوم وتروحي نازله عليها بالخل، وبعد كده تروحي حاطه بقى عصير طماطم متصفيه، وتروحي بقى ايه حطي عليها ملح وفلفل اسمر وكمون، وطبعا كان فيها خل ومعمول ايه طشه بالثوم، فبتكوني بقى عاملاها تروحي مخففاها شويه، يعني انا بعد ما عملتها زودتها برده شويه لحد ما بقت تخينه معايا كده، وفي نفس الوقت ايه القوام حلو، يعني قوامها سميك وفي نفس الوقت ايه عامله معايا بالشكل ده. تعالي نشوف بقى كده هنقدمها دلوقتي بقى مع بعض على طبق الكشري كده ونشوف عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى والله احنا اشتريناه، يعني انا اشتريته صراحه ملوش اي 30 لازمه، طعمه مش حلو خالص ولا في طعم ولا في دقه ولا في اي حاجه خالص، لقيته معايا مش حلو خالص، بس يعني سبحانك يا رب ريحته كانت طالعه حلوه قوي، انما لما جينا ناكله بقى لقينا لا ما لا لا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه، صراحه ما عجبنيش ابدا، بالنسبه لي ما حبيتوش خالص صراحه. المشكله ان انا زي ما قلت لكم كنت مستعجله ومتاخرين والولاد جعانين وكده، فايه فاضطريت ان انا اجيبه لهم. بصي بقى المنظر معايا طبعا ايه الرز بالايه الرز بالتوابل اللي احنا عملناها، نحط عليها بقى شويه ايه شويه المكرونه كده بقى زي ما انتم شايفين. بروح جايبه معايا الصلصه كده وبروح حطها كده زي ما انت شايفه. بصوا انا ما عملتلهاش حمص وما عملتلهاش كمان ولا حمص ولا ايه ولا بصل اللي هو المكرمل ده، الولاد ما بيردوش ياكلوه البصل المكرمل، والحمص انا قلت صراحه يعني عشان ما اكلفهاش اكتر من كده. بروح بقى بعد كده عامله ايه جايبه معايا بقى بالمعلقه بتاعتي كده بسم الله، واروح نازله عليها كده بالعدس بالشكل ده اهو. بصي بقى ما شاء الله عليها جميله جدا ازاي. لو حابه تنزلي كمان شويه من الصلصه على العدس مفيش اي مشكله، هيبقى معاكي بالشكل ده كده، صراحه منتهى الجمال والروعه، احلى 100 ألف مره من اللي تشتري جاهز ويطلع على ليه طعم ولا ريحه ولا اي حاجه. بتمنى الفيديو يعجبكم بقى وتجربوه، لايكات كتير بقى وشير اكتر وكومنتات اكتر واكتر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا بقى